مع سيد بولاني. سيد الكريم، هذا يحدث للمرة الأولى في التاريخ، تاريخ الديمقراطية الأمريكية. ما هي تداعياته وكيف يراه الرأي العام الأمريكي سيد بولاني؟ شكرا جزيلا على دعوتي للحديث معكم. هناك الكثير من التداعيات، كما ذكرتم هذا الأمر غير مسبوق في تاريخ الديمقراطية الأمريكية. إن التداعيات الرئيسية حيث أن كافة الأمور المتعلقة بمجلس النواب سوف تنتقل إلى ملف آخر. أيضا هناك المتحدث مؤقت والتي سوف يتولى هذه الملفات، فأي بعض التحقيقات سوف تتوقف بسبب الموجهة بشأن الاتهامات الموجهة ضد هانتر بايدن. ايضا هناك لن يوجد اي مشروعات قانون من جانب الجمهوريين ايضا، وسوف تستمر هناك بعض العقبات في مشروعات القوانين. لقد راينا هذه الامور بكثير من وجهات النظر، ولكن هناك تركيز لابد ان يتم على الموضوعات الحدود والشعب الامريكي والمصالح الداخليه، ولابد ان نتعامل مع المنصات العالميه التي تتعامل مع الجمهوريين في الكونغرس. وايضا الامر مذهل للغايه الذي والتشتت الذي حدث بسبب هذه الإجراءات. أيضا هناك بعض المواطنين الأشخاص الذين يرغبون في هدم النظام.